مرحبا شباب، انا كيفكم؟ ان شاء الله كلكم بخير. طبعا يا شباب، اليوم جايكم بثلاث العاب من اختياركم انتو. هاي انتو كتبتوا لي تعليقات، وهاي التعليقات كانت عبارة عن اسامي العاب، وهاي الالعاب يعني بين قوسين انتو خبرتوني انه انا العبها واجربها. فيا شباب، من اليوم ورايح انتو رح تكتبوا اسامي العاب، واحنا رح نجي نجربها مع بعض ونقيمها للعبة. فيلا يا شباب، ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك، زبطوا لنا الوضع باللايكات والاشتراكات، وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة. طبعا عندنا اول لعبة لليوم يا شباب، هي لعبة عبارة عن نوعا ما سيرفايفر، فمن هون بعتقد تبلش القصة تبع اللعبة. هلا الجرافيكس ومسكة اللعب المسدس عجبتني، وأصوات المطر كمان عجبني، أما التحكم ولما تفتل الايم يمين يسار جدا بيض. طبعا هون شباب انا عم استكشف انه شو في او شو نقدر نسوي بهاي اللعبة، فبين قوسين ما عندي ادنى فكرة. جيت لافتح هذا الباب تشوف ما كان عم يفتح. صوت المطر من برا يا شباب وانت بداخل البيت، ما اوصف لكم الشعور، شي فخامه. صراحه ما اعرف شو هذا الجردون المعفن. طبعا هاي اللعبة هي لعبة زومبي، ولكن مو اي لعبة زومبي عادية. هاي اللعبة لما تلعبها بتحس نفسك عم تلعب بلايستيشن. ليش يا شباب؟ هاي اللعبة لما بتجي انت تقتل الزومبي وتتحرك، في يعني رجات، يعني هيك التليفون عم يفتفت، هاي لما يقول فتفت هيك، فهاي الرجات بتحسسك انك عن جد يعني شعور جدا حلو، كأنك يعني عم تلعب بلاي ستيشن. بالنسبة للجرافيك كمان، الجرافيك جدا رهيب، يعني مثل ما عم تشوف الجرافيك فول اتش دي تقريبا، جدا عجبني الجرافيك. على ما اعتقد هاي مهمات لازم نسويها حاليا، لازم نجي عند هذا الزلمة او نخلصه من الزومبي. فكرت حالي بدي اقفز من هون، عاش تيدو لهذا الزلمة، منيح انه حط لنا هديك الخشبة. هون حفلة زومبي ولا شو؟ هدول عم يسووا طقوس سحر اسود. طبعا هاي اللعبة لعبة قتال، فبداية الجرافيكس يعني لا يبشر بالخير، والتحكم كمان صراحة مو للزيادة، فانت يعني انتو ما بتحسوا اللي انا بحس فيه.
تحكم مو زيادة، واللعبة كمان مبيني عليها جدا قديمة، عرفتوا شلون؟ بس يعني حتى ولو الألعاب الأوفلاين بتونس مليون، مثل ما قلت لكم أنا ما بعرف إذا هي أوفلاين ولا أونلاين، قلت لكم أنا دائما عندي إنترنت مفتوح، فلهذا السبب. شو هذا عدو قدامنا؟ يب هذا واحد، خلينا نشمط طلقة. لا يبلع، ما يموت كمان حبيبي والله. أخيرا هلا لما اللاعب يسوي ريلود، الريلود جدا يعني حلو صراحة، الصوت تبع الريلود كمان. هاي اللعبة الشباب عامة بعطيها 0 من 10، إلا إذا واحد تليفونه جدا ضعيف وما يتحمل ألعاب فينزل له هاللعبة. يعني مثل ما عم يقولوا، لما الواحد يكون مجبور، يعني مجبور لازم ينزله ويتونس. طبعا يا شباب دايما راح ننزل حلقات عن ألعاب متنوعة، فهاي اللعبة اللي احنا حاليا عم نشوفها كمان هاي اللعبة راح تنزل لكم بالحلقة الجاية، فما راح احكي لكم التفاصيل تبعها الا للحلقة الجاية، وهذول الالعاب البقية كمان اللي انتو هلا راح تشوفوها.